السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع الابتدائي في حل ملحق المعاصر. معانا النهاردة الامتحان رقم 11، تيست نمبر 11. نبدأ مع بعض بنص الاستماع. The Nile is the longest river in the world. The Amazon and the Nile are very very long. The Nile is 6,670 kilometers long. It's very important. The Nile has two branches in Egypt. نبدأ بالسؤال الأول في نص الاستماع. The Amazon and the Nile are very long. طبعا true، صحيحة. نهر النيل ونهر الأمازون دول نهرين طوال. The Nile is the shortest river in the world. يعني نهر النيل أقصر نهر في العالم. طبعا هنا الجملة false يا حضرات، خطأ. The Nile has three branches in Egypt. نهر النيل له ثلاثة أفرع في مصر. طبعا هنا الجملة false علشان هو ليه two branches، فرعين بس. The Nile is very important. نهر النيل مهم جدا. طبعا true، صحيحة. السؤال الثاني. Read and complete the text with the words in the box. اقرأ وأكمل النص بكلمات من الصندوق. لازم في البداية نتعرف على معنى الكلمات. عندي كلمة bottle، bottle زجاجة، cake تورتة، pour قالب، herbal فظيع. اوكي نبدأ مع بعض. I had fun at the party. استمتعت في الحفلة. I drank some juice، شربت بعض العصير. I only had a slice of، فقط تناولت شريحة من الكيك أو قطعة من الكيك. Okay. I ate a packet of cookies، كلت packet of cookies، باكو بسكوت، and a piece of cheese، وقطعة جبنة. I ate of chocolate، I ate a bar، أكلت bar يعني قالب من الشوكولاتة. After that، بعد ذلك، I was thirsty، كنت عطشان. So I had، علشان كده خدت a bottle of water، جزازة أو زجاجة من الماء. السؤال الثالث. Read and match A with B. Where do they meet؟ أين يتقابلوا؟ يبقى هنا number one. We mustn't run، لا يجب أن نجري across roads، عبر الطريق، يبقى هنا number two. The farmer can grow crops، الفلاحين يستطيع أن يزرعوا محاصيل، يبقى هي number three. We can recycle، يمكننا أن نعيد تدوير our garbage، كمامتنا، يبقى هنا number four. سؤال القطع. Read and answer the question. تعال نقرأ القطع كده مع بعض. My name is رحمة، اسمي رحمة. My job is to tell you about my travels and to bring the rest of the world into your home. يعني وظيفتي ان انا اقول لك عن رحلاتي وكمان اجيب لك بقية العالم عندك، يعني هكلمك عن العالم. The world is a big beautiful place، العالم مكان كبير جميل. The more we learn، كل ما نتعلم أكتر. About other countries، عن دولنا. The better، كل ما يكون أحسن إن احنا نفهم each other، بعضنا البعض. And live together، ونعيش مع بعض. This week، هذا الأسبوع، I'm looking back at some of the world and wonderful tradition، أنا هبص على بعض العادات الرائعة التقليدية. I saw during my travels، اللي شفتها في رحلاتي. In China، في الصين، في الصين، people at wedding، الناس في الزفاف، and celebration، والاحتفالات. Give children and young people red envelopes، يعني بيدوا الناس، الأطفال والناس الشباب، بيدوها ظرف جواب أحمر. Okay. This text is about رحمة's، النص ده عن رحمة's travels، رحلات رحمة. People give children red envelopes، بيدوهم red envelopes يعني ظرف جواب أحمر. What does رحمة do؟ رحمة بتشتغل إيه؟ أهو مثلا رحمة، her job is to tell about her travels and to bring the rest of the world into your home. Okay. How can we understand other countries؟ كيف نفهم الدول الأخرى؟ نفهم إزاي؟ أهو كل ما نتعلم عنها. The more we learn about other countries، the better we can understand each other to live together. أهو يبقى دي الإجابة هي حضرات. سؤال الترتيب. نبدأ مع بعض بالسؤال الأول. That، هذا، sounds، يبدو، very interesting، يعني هذا يبدو شيقا جدا.
وهنا نحط الفول ستوب عشان دي جملة. نمبر 2 you look a bit green. you look تبدو a bit green دي تعبير على بعض كده معناه تبدو مريضا. اوكي نمبر 3 check check on your phone يعني بص في تليفونك او افحص تليفونك. اوكي يبقى هنا هنا ايه فول ستوب. سؤال الترقيم نبدا ب ات كابيتال اي ات ازنت عندي apostrophe هنا في apostrophe فوق التي اهو ات ازنت a good environment for people يعني ليست بيئة جيدة إلى الناس. تكتب الجملة طبعا زي ما هي في سؤال الترقيم وتعلم على العلامات اللي انت عملتها كده. اوكي write a paragraph of 18 words using the following guiding elements. اكتب paragraph من 18 كلمة باستخدام الكلمة دي. هنتكلم على different environment البيئات المختلفة. طيب نبدأ أول جملة عندي ونقول there are يوجد many different environments يوجد بيئات مختلفة. اوكي the desert habitat البيئة الصحراوية habitat او environment. There is no much water. ما فيش مياه كثيرة. It is difficult. إنها إيه؟ It's difficult environment. بيئة صعبة. Environment. Okay. كمان عندي الأوايسز. Environment البيئة الواحات oasis environment is good place مكان جيد. There is water يوجد ماء. There is water يعني يوجد ماء. You can grow crops. You can grow ممكن تزرع crops محاصيل. كمان ممكن تتكلم عن الفارم لاند هابيتات البيئة الزراعية بس احنا هنكتفي بكده علشان ما نطولش في عدد الجملة. وبكده نكون خلصنا معاك الامتحان رقم 11 من ملحق كتاب المعاصر للصف الرابع ابتدائي. انا حالل معاك الملحق كله موجود على القناة في قائمة تشغيل كتاب المعاصر للصف الرابع. كمان حلل معاك مراجعة كتاب الباهر ودي ممتازة جدا بصراحة. كمان شارح المنهج حضرات المنهج كامل مشروح عندي على القناة. لو انت لسه ما شفتوش شوف المنهج بصراحة مشروح ممتاز. كمان بعتذر جدا على الخط اللي انا بكتب بيه علشان انا بكتب بايدي على تاتش التليفون. ان شاء الله احاول احل المشكلة دي بعد كده. واخيرا اتمنى التوفيق لكم جميعا. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهات المراجعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.